كشف الحساب الرسمي للقصر الملكي البريطاني على إنستغرام عن وضع اللمسات الأخيرة على شجرة الميلاد البالغ ارتفاعها 6 أمتار، والتي وضعت لتزين قاعة سانت جورج بقلعة وينتسور كجزء من الاحتفال السنوي. ومن المقرر أن يستمر عرض زينة الميلاد أمام الزوار حتى 3 يناير المقبل. وقد قرر المصممون التركيز هذا العام على الأسلوب الكلاسيكي في الزينة، وبعد الأعياد تعالج الأشجار ويجري تحويلها إلى مواد عضوية تستخدم في الحدائق الملكية.